اتصال مع الناس يأثر عليه يأثر على قراره. ايش التحدث معهم ومخاطبة ايش؟ ما يهم. لا تحسين تواصل مع الناس. لا هو يقول إذا أنت مع هذا النمط إيش النصائح النمط كان منطوي وما يتصل مع الناس فهو يقول تحسين هو ما يبغى يقول لك منها ما يبغى يقول عليك من هذا النمط إخفاء ما يهمك هذا ما يهمك لا بد من معرفة التفاصيل. اسأل عن التفاصيل. يعني علي الورقة. بدقة. علي الورقة بسم الله.